هنايا صباح الخير. How are you? وين تصيري عني؟ What's breakfast today? There is tubab, there is what's that? براليط؟ براليط. The thing like beans. اوكي لوبيا. Yeah. And then chai. بعد شو الحسة هاي وين سائل؟ صباح الخير. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. اليوم الله يحفظكم شيء بنسوي طبخة، مش طبخة، عبارة هو ما يقال عنها طبخة، ينقال عنها اليوم عندنا بنسوي خنفروش أو اللي بيسوون القيمات أو خنفروش أو بيخبزون شيء خبيز ولا أي شيء كان ما يقولون عنه طبخة، هاي مش ما تعتبر طبخة، خدمة. اليوم بنخدم لكم الخنفروش إن شاء الله. ها انزين شعري حياها الله، صباح الخير. Good morning. Good morning يا مستر صلاح. السلام عليكم. لا صلاح انت حشو. مو يشوف هذا. ما تبغاهم يشوفون هاللي تاكله؟ ايه. ان شاء الله. حنشوف انت. لا تعرف ليش حسه قال تصوروا هذا حق نراوي ان صلاح ابتدى يسوي رجيم. إيه؟ هذا الرجيم ما صلاح. ايه. سووا له ثلاث قريطيسات. الضحى الحين اول ما يجيني انا قرطاسه فيها تفاحه، فيها نص تفاحه وفلفل بارد وخيار ويزر يتقرم شوي يونن زين وخلاف. يوم بيصير بيت قوم اخت خواته في بيت كل وحده من خواته بعد نفس الشيء، حسب ما ياكل اللي عندهم شراتنا نحن. الحين يوم بيجي بيلقط الدنيا مريوده، يوم بيلقط الدنيا مريوده بيطعم كل شيء. فلذلك صراحة أبوي وين ما يصير حفالته وياه، حسبتي أبشركم إنه ضعف، حتى بطنه لصقف ظهره، صح؟ ضعفت صح؟ إيه. وهذا شو؟ إيه. ضعفت صح؟ إيه. زين. فاتح اثنين منو مالات هذا منو ماله؟ سارة. وين مالي أنا؟ وين مالي أنا؟ هذا. وليش يبون تفتح ثاني؟ اثنين. يبون فاتح العرب عندك أنت، أنت وايد استويت وايد مهمل 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 استويت يا صلاح. بعد. شو تريد الحينه؟ هذا بالبوضه. زين. اليوم الله يحفظكم مطلوب علينا خدمه الخنفروش، الخنفروش الاولي. الخنفروش ما الاول الاصلي، مش الخنفروش. الحين في وايد العرب تاكل ويخدمون بيوتهم خنفروش، يا غير هذا مش خنفروش. الخنفروش مكوناته تختلف، طريقه صبه تختلف، طريقه العجن تختلف. والخنفروش مش حق كل انسان. الخنفروش شوفوا، الخنفروش والعقيلي لمنو يخدم؟ يخدم الخنفروش والعقيلي اللي راد الطرش، يركب الخيل واجف، اللي راد الغزو، اللي جاي من الجبهه، الرجال الكديد، الرجال راعي المعاني، الرجال راعي المقانيص، هذا اللي يخدم له الخنفروش. الخنفروش ما يخدم لاي، يخدم لكل من هب ودب. الخنفروش له قدر، يعني مثل تاج. التاج كل حد يلبسه، التاج لا، هذاك التاج لهل التاج. والخنفروش كذا الامثال، والحوار ما ينعقر لاي حد. الخروف بالشفل العود ما ينعقل لاي حد، يعني كل شيء وله شيء. كذلك الخنفروش له قدر وله معنى، لان خدمته متعبه وغالي الثمن. في السنين الاوليه جليل اللي عندهم بيض، وجليل اللي يخدمونه، وجليل اللي يعرفون له. الحين الخدمه اللهم لك الحمد كثر الخير. تخدمه الشيخه لمنو؟ للشيخ يوم بيي ولا بيبرز، واول ما يحطون لفاله يتفاول منه الشيخ، ما يتفاولون من الاخويه ولا الربع ولا الصدقان ولا السائر ولا الياي، وينخدم لضيف الشيخ. ضيف الشيخ عالي القدر، هذا كله للخنفروش. قربك الله يا الخنفروش، ما علشانك هب الحين ابوي احول قوه. عندي خبر ما خبرتكم به ولا قلت لكم شو بيستوي اليوم صلاح. منو بينا اليوم؟ ما اعرف شو وراه، خله يولي هذا حد بيي. محسن بيي من مصر. اول لا الثاني صغيروني. ايه محسن عارفه. تباه يجي ولا خليه يرد؟ يجيني. تباه يجي؟ يجي ولا يرد؟ لا الحين جاي في الطريق، باجي ساعتين بتوصل طيارته.
انت بعهد هني هنا بخليه يجلس عندنا خلاص بنسوي له اقامه. زين شو رايك؟ زين يلا كان ما تبى بخليه يرد. لا ما مين يقول لا يا رك الله. صبر صبر تعال ياي صلاح تعال تعال ياي تعال يلا صلاح هذا شو اسمه؟ لا تو قلت على أمبا. لا في فاي فاكس. شو فاكس؟ في فاي وعفو. زي قول في فاي بس. يلا يلا مع السلامة. هالمهب اللي أمس ترى شوي يفدع الزور النخل نحن اللي حاطينه شرات الحياب دور ما دار في فاي الصغار فتروعنا عليه قلنا له ابوي رد وثقة من يد ويليد تعبى لنها رد حين ابوي حيب دور ما دار الفيفاي ها جزاه الله خير. مشكور 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 يا شامبي ثانك يو فيري ماتش. شوف بس نحيب دور ما داره لاجل انه ما تيصقع الشمس المباشره لين شوي يصير ويتقوى اسبوع 10 ايام اسبوعين الحين ما شاء الله يعني انتشهوا ما شاء الله عليه شوية يعني انتهب بلا صقعة الشمس ما ييه الهوى المهب الهويات هذه تتعب الشيار تتعب الشيار لأن الشيار هذا استوائي في الدول المناطق الاستوائية ما شي رياح عندهم فضاري الشيار هاي عسب تنوسيد وتغدي بخير وسهال تبى صوخ ولا تبى هويات ولا تبى مغث وأدنات الدون يكدر صافوها شرات حد من العرب. طريقة خدمة الخنفروش خاشوقتين نيدو خاشوقة صغيرونة زعفران نعيم خاشوقتين نفس الحجم هذا نعيم نعيم مرة بودر وخاشوقة صغيرونة بكم بودر ونص خاشوقة بخمر عدد 6 بيضات مال دكان 4 فنايل شكر 3 فنايل طحين رقم 1 فنيال طحين عيش هذه هي مكونات الخنفروش. طريقة الخدمة أول بادي نحط البيض وينضرب الخلاط زين ما زين لين ما يصير ويفيض مرة مرة فر فوق غادي يبتدي بالضرب يتكود عليه الشكر ها اللي هن الأربع فنايل الحين على الأقل يبالع 20 دقيقة ينشرخ بالمشراخة هاي 20 دقيقة مش أقل من 20 لين كثير الخليط ينتفخ يتجانس ما يتم الشكر لا يتم الشكر ما شي فايدة لازم الشكر ما يكون لوجود يتجانس زين ما زين شراحة كملت ما يقارب حين 20 دقيقة يلا فل كانت الحين خليها على رقم 1 نمبر 1 حين نبتدي نزيد الطحين أول بادي الطحين الطحين الإيش بالتدريج الحين يجي زام الطحين العادي اللي هو الطحين رقم 1 بعد بالتدريج الطريقة. لازم تكون العين لينة هي قوامها يكون لين شوية أقسى عن مالت ألين عن مالت الفقاع لازم هالطريقة تتخلى على الأقل 45 دقيقة لين تصير وتستريح العينة 45 دقيقة مش أقل ما في ماء ما في أي شيء الخنفروش ما ينحط له ماء ولا نقطة ماء نقطة ما ينحط له إن حطيت له ماء غدا ما بس خنفروش مسمى آخر. شوف كل اللي قلناه قبل وطريقة العجن وطريقة هذا كل هذا في 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 شفة واحدة والصب والطريقة الصب هيروحها شغلة ثانية أولا التاوة لازم تكون مستوية مش مدببة ولا محدبة ولازم تكون يكون الزيت اللي ينحط يعني ربع إنش ويتسحب هذا صحن عليه كلينكس وهذه خاشقة وايد ضرورية والعينها ما تنخبط الحين وقت تلحق علي حفيظ شلها زين الحين ما تنخبط لازم هالنمونة خامرة ومستريحة وجاهزة ما يخبطونها خبطوها صار الفقاعات اللي فيها احب اوريكم طريقه الصب الخنفروش هاي طريقه الصب اهم شيء يكون صب سريع والضوء ما تكون عاليه
وايد الطب يكون أسرع ما يكون. لازم عقب الصبة تسدي القرص من فوق، قرص الخنفروج. ايش لجله؟ لجل انه يتساوى ويغذي حمر ويهه وبطنه. ها ما يتحرك تجلب بسرعة. ها ان تحرك قد ما يتشاهد يمرر. فهذا قرص الخنفروج يكون بهالطريقة. قرص حمر. شو السبب يحطون؟ يحطون طحين عيش لان اسمه خنفروش، ما تروم تسوي طحين خالي ولا تروم تسوي طحين بس عيش اللي هو الرز، لا لازم نمونتين الطحين لان اسمه خنفروش. خنفروش ان سويت طحين عيش خالي اللي هو طحين الرز بيشرب دهن ويغلي ما يتشاهد وهو ما يقهر ضو. ها شو هو؟ ها ذهب. لازم هاي الصبة الثانية لازم يكون الصب سريع والضوء ما تكون حارة. ان سويت الضوء حارة لان هذا بيض وشكر ما يخالطه شيء، بيض وشكر وضوء شو خليت؟ بيض عديب ويصخ خامريج. فلذلك الضوء تكون اقصر ما يكون ويكون الصب متساوي وسريع، ما تجلسين تطعطعين وتتسحبين تطالعين تليفون وترمسين بفلانه وعلانه وتعدين مكياجك. لا ابوي ليه منك بتدخل المطبخ تودر المكياج عنها بعيد. يلا شفتي صبه ورا الثانيه هاي طريقتها. ضروري تسجين من فوق حد ما يحتاج انه يبطي القرص على الضوء. الحين مره زاهد الوجه اللي تحت زاهد تجلبينها لحظة ما ياخذ لأن بيض وشكر وطحين، بيض وشكر وطحين ما يقهر أدنات الدون يحرجه. فضروري تكون الضوء قاصرة أكثر ما يكون. فلذلك نحن قلنا أن الخنفروش على هالتعب ما يب مش الكل حد يعطون الولد الكديد يعطون الرجال اللي فيه الخير يخلون يتفاول منه. الانسان اللي عرف للاكل واللي ضاري على الافقاع واللي ضاري ابوي على خدمه السركار، هذا ابوي يعطونه جدر السركار. ما لك اللي يعطونه ابوي الجدر حق الانسان اللي عرف للاكل ويعرف للذوق، والانسان اللي ما يعرف يا جماعه يوم الاحد اجازه اسراج ومعراج. وشكرا اسراج ومعراج اسراج ومعراج. وش اخبارك خالد؟ خالد وش اخبارك؟ السلام عليكم خالدي. وين سمعت احلى شيء سمعت من عندك انت جبنا يوم من الايام خمير وهذا. يلا خلنا نشوف لو تهول بلعوا لو كانوا حابين قدامه. هذا الخنفر وشي خبرناكم عنه ذهب. ها شفتوا على ما تشوفون نيرات ذهب، نيرات نيرات ذهب ما بخنفروش. واهم شيء يكون فيه انه بلي دهن ما يكون شارب دهن. الخنفروش طريقته ومكوناته وعلمه وخبره اللي يبى الطريقة وعلمه الخبر يتابعني على السناب. ها. ها. ما بيعينك شارب دهن ولا بيعينك يتقرب شرات البسكوت، لا خنفروش ترف. ها ماشي شرات في الدنيا بند هذا بند. مساكم خير ونور وسرور. يعني الله يحفظكم. الحرمة هذه كانت في رحلة علاج صاحبة المشروع هذا، وهي تعدي بي من قبل كذا شهر، وأنا كنت نزلت خبر من إنه ما شيء إعلانات مني والطريق إلا عن طريق المكتب اللي هو فيه الخبير منهل. فلذلك الرخصة الإعلامية توها ظهرت لأن طلع منع، ممنوع أنك أنت تظهر إعلانات وبو إعلانات مني والطريق. لازم يكون عندك تصريح من والله ما نسيت يسمونه اللي هو المكتب اللي يعطون الرخص الإعلامية. ورخصتي الإعلانية والإعلامية توها ظاهرة من يومين وما واحالي. تونا مسوينا الكرت اللي هو حق المهندس منهل الخبير،
والحرمه هاي تويت من سنغافوره وسيده عند بتاده ما تدري انك قد متعذر. وقلت لها انا ما اقدر احط لك اعلان هلكيت السالفه. قالت وي ما يحتاج تحط الهديه وصلك. شو بسوي؟ خيلت واستحيت وشيء مو خيلت اني ارد هديتها وخيلت اني اقولها اني ما بروم احط لك. يوم قلتها قالت ابوي انا كنت مسافر وحين الهديه وصلتك دخون وعطر هذا من عندنا الحين هذا قدر. بغيت تحط الاعلان حب وكرامه ما بغيت تحب الاعلان تحط الاعلان بعد حب وكرامه ما عندنا في الشيطان طريق. هاي هديه وصلتك وانت بصرك. فمضطر كلامها اسرني. ما قالت ابوي ليش وما ليش ولا لا لا لزتي بلسان. قالت ابوي هذا قدر وصلك لين مكانك شو اسوي. وهذا ابوي عنوان الحرم وهذا واتساب للي يبي يسوي كابتشر. ابوي شغلها مميز دخون وعطر وحرمة تبيع وعندها ترخيص ترى من حلب التجارة مال غرفة التجارة مال مبدعة والاشياء هذه يعني مرخصة ابنها ما مرخصة ولو ما بزين ما اعطوها الرخصة. الدنيا ابوي محمرة يا الله يا رب ترزجنا المطر يا الله يا رب ترزجنا المطر يا الله يا رب تعطينا ربع اللي هي عند هالكويت ربع دخيلك يا رب العالمين يا الله يا رب تعطينا ابوي ربع اللي هي عند هالكويت ما نبى كل حش علينا اسكننا ربع اللي ياهم ها ثلاث الدنيا ابوي تحمر ربع اللي هي هالكويت يسدنا نحن ما بطماعي ما نبى اللي ياهم كله ما نبى اسكننا يا ابوك ما فينا الحين خليت ابوي عمالها شل ما تشل الحق اي اخلص يا الله يا الله يا الله يا الله ايه حطه بيرقل ما بيد حيله يلا يا الله يا رب ترزقنا الغيث يا رب العالمين لا بي مطر ان شاء الله نبي يا رب العالمين اي لكن ما يجينا عاد كثر اللي ياهم في الكويت قلنا الربع يا رب موقعي وما يبالي مكان عرب ها في هالمكان تهجم مشاهد ابوي هالمصاكة شوف بالله عليك ابوي كل واحد بغداء اربع يواني عيش ما يسدنا اربع يواني عيش ما يمزر بطنه وهذا الحين تشوفونه هذا عشاء ثلاث ديار دون يلد واللي وراه ابوي ورج خروف نعم فيدا يسده واللي على يدون عارف سلطان ما شاء الله عليه ياكل الحصة ياكل قرطاس كل شيء ما شاء الله عليه تبارك الرحمن ما شاء الله عليكم ما خبرت الجماعة توني شو تاكلون قلت له هاي ياكل ابوي يا الشر ما عليك ما شاء الله عليهم يوم بس انت صور روحك بعد كلهم ما شاء الله حليلي انا شو اصور يا ابو كان عمري لا لا على حسدوك تصور ما شاء الله تبارك هيبة آدمي أبوك حمال حرمة داخل أهل باي ماله بيبي هذا بيبي كامل حرمة بتربي حبادي ثلاثة أيام تبارك الرحمن ما شاء الله عليكم إيه والله حليلي وين أبع وين ساير الله وينه وين عند الله الحول لا قوة الله المستعان قصدون الحين شو يعني تتجاكر بالباي يعني يلا خلص يلا ما اصبر هذا وين الحين يلا الحين اسوي الباي زين هذا تبوي عمرك 20 سنه انا الحين لا 18 سنه سنجل بعد تفضل شيل لي على الكراع الحين ها واحد عمره 60 زين مني انا كم عمري تراني ب 19 ما شاء الله عليك اقول لك هاي القطار هذا كم عمره؟ هذا؟ ايه 25 ما شاء الله عليه الله يحفظه صغار ما شاء الله يا رب صل على احمد ومولانا
مستر صلاح. السلام عليكم. للي يطلبون الفيديو مال خنفروش انه ننزله في الانستغرام، بننزله اليوم ان شاء الله. اتريا الخبير يجيني ويعرف، لان يعني ما اعرف ايش قاعد ينزلونه. شو مسوي لنا مده 10 دقائق طول فتره الخدمه. بننزله ان شاء الله في التي في شانل هاي اللي فوق اي دي تي في، ما يسمونه له اسمهم، اسمها اي جي تي في. اي جي تي في هاي اول دويره، اول ما تفتح الانستغرام اول دويره بتلقطون مقابلات مع خلق الله، ما خلق مليون شغله، مليون مال اتشار ومال كل خدمه مسجلين فيه، كل خدمه مدته 10 دقائق موجود كل شيء فيه. ان شاء الله اليوم اذا الله جعلنا من الحيين اتريا حين بييني وبنصوره اول الله. يا جماعه الخير، اي حد بيخدم خدمه وبيطرش عند اي شيء فيديو يبي يشارك فيه لازم يحط الفلتر، لازم يحط الفلتر اسم القرية او المدينة او البلد اللي هو مصور منها. شو يعني هالنمونة؟ شو يعني كيف الناس، شو كيف الناس بتستفيد؟ شو قاعد يعرفون ان هالادمي ذكر او انثى عرف الشيء الخدمة هذه او هو يعرف احسن او ادنى او نفس المستوى او نفس الطريقة او شيء طريقة اخير ودنا، لكن لازم نعرف الفلتر من اي مدينة من اي بلاد، شيء البقعة اللي هو ظاهر منها مني وطريق الصور بس اللي أكود ما يستوي. شو بقولكم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحفظكم. جيت البيت ولن أبوي لقط هذا الشيء المميز، الفنان ميوب وقايل أنا لحد يجيب شيء، لكن مش قضية انحرجت. أول بادي ما انحرجت، لكن شفت شيء يستاهل إن الواحد يرمس عنه. كوفي مميز ما شيء شراته في الدنيا العودة من دبي، وهذا شغلهم كله لك 600 نمونة، وهذا عنوانهم، هذا كوفي ودبي، وهذا شغلهم حلويات وموالح. هذا صندوق الموالح، طبعا ترتيبه انت بحق اي سواله تساوي، ما باين عليه تفتح بخليه مسكر، هي والله غميضة. زين، هذا بوي موالح، هذا في ملح، وهذا في شكر. تم شاوريني الحين لك 600 واحد شاورني، قلت ابوي لحد يجيب شيء بعدنا، لين عارف الليلنا واللي علينا. لكن غمضني ابوك، هاي اظني بالكوفي مسوين ابوي هذا باكي الحكي، هذا من رخام، ايه من رخام كبرها، كله من رخام، قواعد من رخام وعلمه من رخام يعني. فخيلت بيني وبينكم يسد ان الترتيب هذا روحه يسواله بلاد، اي والله. وهذا اسمه، وهذا الكوفيات اللي داخل، شيء بالحليب شيء بالفراوله شيء ما ادري شو، شيء بالكوفي شيء بالاسبريسو، شيء لك 600 شيء. وهني هذا مكتوب المميز المميز حضورا قلبا وقالبا بمحمد الغالي السيد خالد الخالدي، يسر باتشولي كافيه أن يحييكم بهذه النقصة، دمتم والله يسعدكم، الله يسعد أوقاتكم بكل خير يا ربي. شكرا جزيلا. شريف مطر، دكتور شريف مطر، بين الجسرين موقع، جيته أسبوع اللي خطف وصورت لكم وياها، ظني سولفنا شوية أقل من دقيقة، شفنا عنده أجهزة مش موجودة عند أي مكان آخر في جنتية الدولة، موجود في مكان واحد، وهو الشخص الثاني اللي عنده الأجهزة هذه. بكرة بنسير عليه الساعة 11 بين الجسرين، وبنصور مكانه وبنسولف وياه وبنخبركم شو المميز وشو الجديد من الأجهزة المميزة عنده اللي مش موجودة عند أي عيادة ثانية غير عند مركز شريف مطر. بكرة إن شاء الله على الساعة 11 بنسولف وياكم عنده أول الله.